من ريف حمص الشمالي وتحديدا مدينة الرستن التي نفضت غبار الإرهاب عنها وعادت الحياة فيها بعودة أبنائها، تستمر عمليات تأهيل بناها التحتية التي وصلت إلى مراحلها النهائية، بدءا من المشفى الوطني فيها مرورا بفرنها الآلي وصولا إلى دوائرها الخدمية. بدأنا مراحل الأولى منها ترحيل الأنقاض وإعادة فتح المؤسسات الخدمية الأساسية. حاليا يتم استكمال هذه المرحلة، يتم العمل على تجهيز فرن آلي جديد. قمنا بتجهيز الأعمال المدنية والإنشائية بشكل شبه كامل، نسبة الإنجاز تجاوزت 90%. المرحلة القادمة هي الحصول على خطوط الإنتاج ليتم إعادة الفرن الآلي كما كان سابقا. ومع عودة عجلة المؤسسات الحكومية والخدمات الرئيسية إلى الدوران، يزداد عدد الأهالي العائدين إلى مدينتهم. الحمد لله وضع بخير الرستان، والأمور تمام، والأمور يعني من أحسن شكل. وضع الرستان كويس تمام، ما في شيء، كله راجع العالم، كله رجعت الحمد لله. الخبز، الغاز، كله الحمد لله بفضل القيادة الحكيمة والسيد الرئيس بشار الأسد، الله يطولنا بعمره. الحمد لله رجعت الأمور طبيعية مثل ما نكون شايفين، يعني حركة منيح الحمد لله. بس وقت الغلاء إن شاء الله الأمور تنحل، هي الضغط على سوريا إن شاء الله يا رب هيك الله سبحانه وتعالى بيفرجها على العباد والأمور بترجع أحسن إن شاء الله. الأمور جيدة جدا الحمد لله رب العالمين، أحسن من هيك ما فيه. صورة الحياة في مدينة الرستن اليوم تختلف عن السابق، فعادت لتلعب دورها الأساسي بالحياة الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة. كندا الخضر لقناة سما الفضائية من مدينة الرستن حمص.